بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم في منصة مدرسة التميز النموذجية قسم الاجتماعيات، يرحب بكم في منهجكم قضايا البيئة والتنمية المعاصرة للصف الثاني عشر أدبي مادة الجغرافيا. عنوان درسنا اليوم: الآثار البشرية للتلوث الهوائي، الكتاب المدرسي صاد 116 إلى صاد 117. والآن نشاهد فيديو عن الآثار البشرية للتلوث الهوائي. قد لا يخطر على البال أن التلوث البيئي ليس من شأنه فقط أن يحدث احتباسا حراريا في الكوكب، وإنما يؤثر أيضا على الأطفال الذين ينشأون في تلك البيئة. دراسة بريطانية أمريكية نشرتها The Guardian تؤكد أن نشأة الأطفال وسط تلوث الهواء المرتبط بحركة المرور سيؤثر على معدلات صحتهم العقلية عند بلوغهم سن 18. هذا البحث استمر على مدى 25 عاما في إنجلترا وويلز، شمل 2039 طفلا ولدوا خلال العام 1994 و1995، جميعهم من التوائم. وحسب الأكاديميين فإن هناك صلة بين التعرض لأكاسيد النيتروجين في الطفولة وتطور اضطرابات مثل القلق والاكتئاب، حيث أكدت النتائج أن الشباب الذين يتعرضون للتلوث باستمرار قد يواجهون مشاكل نفسية أكبر في سن الرشد، وذلك عن طريق قياس الأعراض النفسية الشائعة للمشاركين عند بلوغهم 18 كاضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه والقلق. الباحثون وجدوا أن أولئك الذين تعرضوا لأعلى نسبة لأكاسيد النيتروجين سجلوا 2.62 نقطة، أعلى درجة في علم النفس المرضي العام. أهمية هذه الدراسة تكمن في أن هناك 9 من كل 10 أشخاص في جميع أنحاء العالم يتعرضون لمستويات عالية من التلوث وفقا لمنظمة الصحة العالمية. بعد مشاهدة الفيديو عن التلوث الهوائي ننتقل للدرس اليوم. الشريحة الأولى: الآثار البشرية للتلوث الهوائي. الآثار البشرية للتلوث الهوائي: 1- زيادة الأمراض لسكان المدن والمناطق الصناعية. 2- ارتفاع معدلات الوفيات بسبب زيادة الأمراض المرتبطة بالتلوث الهوائي. 3- زيادة تركيز أحد الغازات في الغلاف الجوي يؤدي إلى انخفاض الإنتاجية الزراعية مما يؤدي لهجرة السكان. يبقى أنا عندي سؤال مهم دلوقتي: الآثار البشرية للتلوث الهوائي، زيادة الأمراض لسكان المدن، السكان المدن الصناعية والمناطق الصناعية أو حول المناطق الصناعية. 2- ارتفاع معدل الوفيات، وده ناتج عن زيادة الأمراض زي أمراض الجهاز التنفسي. 3- زيادة تركيز أحد الغازات في الغلاف الجوي يؤدي إلى انخفاض الإنتاجية الزراعية مما يؤدي لهجرة السكان. وده تعريف مهم عندنا، هو تعريف لاجئ البيئة. لاجئ البيئة، إيه لاجئ البيئة؟ قال لك لاجئ البيئة هو زيادة تركيز أحد الغازات في الغلاف الهواء أو الغلاف الجوي يؤدي لانخفاض الإنتاجية الزراعية مما يؤدي لهجرة السكان. نشرح: لو زاد التلوث بإحدى الغازات، ده بيؤثر على إنتاج الأرض الزراعية. السكان اللي عايشين حول هذه الأرض الزراعية بيضطروا إن هم يهاجروا في ذاك الوقت، فيسموا لاجئي بيئة. يبقى تعريف لاجئ البيئة هو زيادة تركيز أحد الغازات في الغلاف الجوي يؤدي لانخفاض الإنتاجية الزراعية مما يؤدي لهجرة السكان. هنا أنا عندي سؤالين مهمين في هذه الشريحة. السؤال الأول يجي لي في الامتحان: الآثار البشرية، ما هي الآثار البشرية للتلوث الهوائي؟ أقول له: 1- زيادة الأمراض لسكان المدن والمناطق الصناعية. 2- ارتفاع معدل الوفيات، وده ناتج عن زيادة الأمراض المرتبطة بتلوث الهواء زي أمراض الجهاز التنفسي. 3- زيادة تركيز أحد الغازات في الغلاف الجوي يؤدي إلى انخفاض الإنتاجية الزراعية مما يؤدي لهجرة السكان. أدي سؤال. السؤال الثاني: عرف لاجئ البيئة. عرف لاجئ البيئة، وده سؤال مهم، لو زيادة تركيز أحد الغازات في الغلاف الجوي يؤدي لانخفاض الإنتاجية الزراعية مما يؤدي لهجرة السكان. نشوف الآثار البشرية للتلوث الهوائي بالصور.
احنا قلنا واحد زيادة الأمراض لسكان المدن والمناطق الصناعية، انت عارفين المناطق الصناعية زي طوكيو، ارتفاع معدل الوفيات، ارتفاع معدل الوفيات بسبب زيادة الأمراض المرتبطة بالتلوث الهواء زي أمراض الجهاز التنفسي. زيادة تركيز أحد الغازات في الغلاف الجوي، ها يؤدي إلى إيه؟ إلى انخفاض الإنتاجية الزراعية مما يؤدي لهجرة السكان. يبقى دي يا شباب الآثار البشرية للتلوث الهواء، زيادة الأمراض لسكان المدن والمناطق الصناعية زي منطقة الشيوخ عندنا، زي المناطق الصناعية الموجودة في العالم كله. 2، ارتفاع معدل الوفيات بسبب زيادة الأمراض. 3، زيادة تركيز أحد الغازات في الغلاف الهوائي يؤدي لانخفاض الإنتاجية الزراعية مما يؤدي لهجرة السكان. كده انتهينا من النقطة الأولى اللي هي الآثار البشرية للتلوث الهواء. ننتقل للنقطة الأخرى وهي الآثار الاقتصادية للتلوث الهواء. دي النقطة الثانية، الآثار الاقتصادية للتلوث الهواء. قال لك واحد، السيطرة على أضرار التلوث الهواء، عشان أسيطر على الأضرار الناتجة عن تلوث الهواء زي الأمراض الجهاز التنفسي أو معالجة الهواء، الهواء الملوث ده صعبة وباهظة التكاليف، بتكلفني فلوس كتير أو أموال كتير. يبقى رقم واحد السيطرة على أضرار التلوث باهظة التكاليف. 2، الأضرار بالموارد المائية والأسماك الناتجة عن تلوث الهواء تقدر تكاليفها في حدود 3 مليارات دولار سنويا في الولايات المتحدة الأمريكية. 3 مليار سنويا في الولايات المتحدة الأمريكية، دي كلها آثار اقتصادية. رقم 3، الأضرار التي تصيب المحاصيل والغابات بسبب التلوث والصحة تزيد تكاليفها عن 10 مليارات دولار سنويا. يبقى احنا بنتكلم هنا عن الأضرار الاقتصادية أو الآثار الاقتصادية لتلوث الهواء. أقول لواحد السيطرة على الأضرار التلوث ومعالجة الهواء صعبة وباهظة التكاليف. 2، الأضرار بالموارد المائية والأسماك الناتجة عن التلوث تكاليفها في الولايات المتحدة الأمريكية 3 مليارات دولار سنويا. رقم 3، الأضرار التي تصيب المحاصيل والغابات والصحة تزيد تكاليفها عن 10 مليارات دولار سنويا. يبقى احنا هنا سؤال مهم اللي هي الآثار الاقتصادية للتلوث الهوائي. يبقى احنا اتكلمنا في نقطتين حتى الحين، النقطة الأولى الآثار البشرية لتلوث الهواء، النقطة الثانية الآثار الاقتصادية لتلوث الهواء، ودول سؤالين مهمين معاهم كمان تعريف لاجئي البيئة. نتكلم في موضوع جديد وهو أساليب معالجة التلوث الهوائي. خدنا تعريف التلوث الهوائي وخدنا الآثار المترتبة على التلوث الهوائي وتأثير التلوث الهوائي على المناخ وتأثير التلوث الهوائي على طبقة الأوزون. هنتكلم بقى في النهاية كيف نعالج التلوث الهوائي أو أساليب معالجة التلوث الهوائي. نشاهد فيديو عن أساليب معالجة التلوث الهوائي. حماية البيئة. البيئة من حولنا بأشجارها وبحارها وجمالها يهددها خطر كبير. هذا الخطر ليس من الحيوان بل من البشر. يتلوث الهواء بعوادم السيارات وغازات المصانع، ويتلوث الماء بالنفايات والصرف الصحي، ويتلوث الغذاء بالمبيدات والأسمدة. لنطور الذكاء البيئي لدينا من أجل بيئة أصح وأنظف، نقلل الاستهلاك، نوفر الطاقة، نعيد استعمال المواد، نصلح المواد عوضاً عن رميها، نستخدم أجهزة صديقة للبيئة، نعيد تدوير النفايات. موهبة. يا شباب أساليب معالجة تلوث الهواء. ننتقل بقى سؤال مهم مهم ويأتي كثيراً في الامتحان، لأساليب معالجة التلوث الهواء، إزاي نعالج التلوث الهواء. رقم 1، استخدام مصادر طاقة متجددة لأنها غير ملوثة للبيئة زي طاقة الرياح والطاقة الشمسية. 2، التوسع في زراعة الأشجار على جوانب الطرق وحول المدن الصناعية على وجه الخصوص لدورها الفعال في تنقية الهواء. احنا عارفين الأشجار بتاخد ثاني أكسيد الكربون وتدينا أكسجين، زائد الأشجار لها دور في تقليل سرعة الرياح المحملة بالأتربة مما يؤدي لترسيب الرياح
أو الهواء أو ترصيب الأتربة. يبقى التوسع في زراعة الأشجار. رقم 3 تدوير النفايات وإعادة استخدامها. رقم 4 استخدام مصادر الوقود قليلة التلوث زي الغاز الطبيعي في السيارات. رقم 5 وضع أجهزة لعوادم المركبات لتنقية الهواء. العادم اللي خارج من السيارات نضع أجهزة زي الفلتر ينقيه قبل خروج الهواء. 6 الفحص الدوري لعوادم السيارات، فحص السيارات جيدا. رقم 7 تخطيط المواصلات. يبقى احنا دلوقتي عندنا 7 أساليب لمعالجة التلوث الهوائي. 1 استخدام مصادر الطاقة المتجددة. 2 التوسع في زراعة الأشجار. 3 تدوير النفايات. 4 استخدام مصادر وقود قليلة التلوث. 5 وضع أجهزة لعوادم المركبات لتنقية الهواء. 6 الفحص الدوري لعوادم السيارات. 7 تخطيط المواصلات. ده سؤال مهم، نشوف الأساليب دي مع بعض الصور. 1 استخدام مصادر الطاقة المتجددة زي طاقة الرياح والطاقة الشمسية، لأن هذه الطاقة المتجددة غير ملوثة للبيئة وطاقة نظيفة. 2 التوسع في زراعة الأشجار. قلنا الأشجار لها دور في تنقية الهواء لأنها تاخد ثاني أكسيد الكربون وتعطينا الأكسجين، زائد دورها في تقليل سرعة الرياح المحملة بالأتربة مما يؤدي لترسيب أو ترسب الأتربة. رقم 3 تدوير النفايات وإعادة استخدامها مرة أخرى حتى لا تلوث البيئة عند حرقها. رقم 4 استخدام مصادر وقود قليلة التلوث زي الصورة الموضحة لاستخدام الغاز الطبيعي في السيارات. رقم 5 وضع أجهزة لعوادم السيارات، المكان خروج العادم ده نضع أجهزة زي الفلاتر كده تنقي الهواء. رقم 6 الفحص الدوري لعوادم السيارات وفرض قوانين الحازمة في ذلك. السيارات اللي بتطلع دخان والحاجات دي لازم يعمل لها فحص دوري وإصلاحها. رقم 7 تخطيط المواصلات، لأن تخطيط المواصلات ليها دور في تقليل التلوث. كلما تم تخطيط المواصلات قللنا الوقت استخدام السيارة، يبقى قللنا التلوث. وبكده يكون انتهى درسنا اليوم، وإلى اللقاء في درس قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.